السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تبقاكم في هذا الدرس اليوم غادي ندير معكم ميني باكيت صغار، اولا جوج اشكال من عجينه واحده، كيجيو رائعين جدا. نتمنى فعلا الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لايك والاشتراك في القناه الا عجبكم المحتوى ديالي اللي كندير. شجعوني بلايك والاشتراك وتفعلوا الجرس من طبيعه الحال باش يوصلكم كل جديد من عندي. بالنسبه لهاد لي باكيت اولا هاد العجينه يمكن لكم استعمالها بزاف د الحوايج، كتجي خفيفه ورطبه. بقاو مع الفيديو وطريقة التحضير. قبل ما نبداو الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالنسبة للمقادير ديال العجينة، هنا غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق الفرص مع 200 غرام ديال الفينو. يمكن لكم تقسموا الكمية او لا تزيدوها على حسب العائلة ديالكم. هنا كما قلت لكم 300 غرام ديال الفرص مع 200 غرام ديال الفينو. غادي نخلط الدقيق مع بعضه، غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه مع واحد المعلقه ديال السكر السنيده باش يعطينا اللون للعجين، معلقه ديال النيدو اولا ياغورت طبيعي الا كان دارو المسوس. وغادي ندير هنا 5 المعالق ديال زيت المائده اولا نص كاس صغير الا مبغيتوش تعبروا بالمعلقه. هنا زدت الزيت وغادي نزيد كذلك الملحه اللي غتبقى على حسب الذوق صافي. وغادي نجمع العجينه ديالي بالماء اللي كيكون دافي كما كنعجنوا العجينه ديالنا العاديه. كنعجنوا العجينه شويه مرخوفه باش لي باكيت ديالنا يجيونا خفاف ما يجيوش مدقسين. انا هنايا غادي نعجن العجينه وغادي نخليها شويه مرخوفه باش تجيني العجينه رطبه ملي غادي طيب وهادشي خفيفه بزاف. الا كانت العجينه مدقسه حتى لي باكيت ديالكم غيجيو مدقسين، غير غيبردوا بشويه غيوليو حالتهم هادشي بقاو زوينين. من الاحسن ترخفوا العجينه صافي. هنايا ملي جمعت العجينه درت ليها الماء الكافي، هنايا غادي ندلكها، غادي ندلكها مزيان حتى ترطق. اللي عندها الماكينه راه كتستعمل الماكينه، انا هنا عجنت بيدي على حساب الناس اللي ما عندهمش ماكينه. كندلك غير بكف يديا ومره مره كنضرب بالعجينه، كنهزها كنخبط بها من الفوق لتحت بهذه الطريقه. هذه كتدلك بها العجينه مزيان صافي. هنايا ملي دلكتها العجينه شفتو كي ولات مرخوفه وغتزيد ترخف ملي غادي نخليها تخمر صافي. هنايا راني جمعت العجينه ديالي، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت وغادي نديرها في واحد الاناء اللي غادي ندهنو حتى هو بشويه الزيت. غادي نغطيها ببلاستيكه وغادي نخليها تختمر حتى يضاعف الحجم ديالها وغادي ندوز للحشوه. بالنسبه للمقادير البنات ديال الحشوه، هنا غادي ندير معكم واحد الحشوه بنينه كتجي مع الكاو في المقادير ديالها راهم قلال بزاف. هنا غادي نحتاجو كميه من الكفته اللي غتبقى على حسب متوفر عندكم. عندي هنا جوج بصلات اللي درتهم في الحشوه تتكردو رقاق. عندي هنا قزبوريه بالسمطحون، شويه ديال الزنجبيل، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، واحد الضمه ديال الثومه، واحد الضمه ديال الربيع يمكن لكم تعوضوهم بالربيع وثومه. هنا عندي 200 غرام ديال الكريمه ديال الطبخ، ما غاديش نديرها كامله، 100 غرام ديال الموتزاريلا. بالنسبه للكريمه ديال الطبخ اللي ما عندهاش غدير نص كاس ديال الحليب مع ملعقه ديال مايسينا والملح من طبيعه الحال والزيت. هناخد هنايا، هناخد هنا ندير الزيت اول حاجه على هاد البصله، كنديروا كميه من الزيت والملحه اللي كتبقى على حسب الطوق ديالكم، كل واحد غيدير على حسب الطوق ديالو صافي. هنايا غادي ندير هذا الابزار والعطريه الاخرى كنخليوها حتى الاخر. اذا كانت عندكم بصله غبره اولا ثومه غبره ديروها كتجي في الحشوه بنينه بزاف. غادي نضيف هنايا الضمه ديال الربيع والضمه ديال الثومه. هنا راني درت الضمه ديال كما شفتوا ديال الربيع والضمه ديال الثومه، وغنحط المقله فوق البوطه حتى نشحر هادشي مزيان، عاد غادي نزيد العطريه اللي بقات عندي. هنا البنات راني حطيت المقله فوق البوطه ودرت ليها شعلت عليها ودابا غادي نبدا نشحر فيها حتى تطيب. شوفوا هنا كما كتشوفوا طاحت عندي البصله، غادي نزيد العطريه اللي بقات عندي هي
خرقوف وسكين شبيب وقزبور يابس. كما قلت لكم هذا الحشو راه كتجي معلي كمغير على الحشوات اللي كندير لكم خيزو والفلافل والقرعه، حتى المذاق ديالها راه مختلف لان راه طريه هاد الحوت ديالها حتى هي كتجي زوينه. هنا غنزيد الكريمه ولكن ماغاديش نزيدها كامله، غندير غير 100 غرام. كما قلت لكم اللي ما عندهاش الكريمه فهي دابا راه موجوده في المحلات، تدير نص كاس ديال الحليب مع معلقه ديال مايزينا. غادي نشحرها شويه حتى تعلق، اللي لقى ديك الكريمه اللي كتكون خاطره وعقده تجيبها احسن احسن من هذه اللي كتكون جاريه. انا هذه اللي جاريه هي اللي بقيت وجبتها. هانتوما شوفوا كي ولات صافي. هانتوما دابا غادي ندير هادي 100 غرام ديال الفرماج موزاريلا اولا فرماج احمر كيعطي مذاق احسن من الموزاريلا لان كان يتوفر. صافي انا غادي نتفرج ليها. شوفو داك الموزاريلا دابا وجات الحشوة معلقة. نتفرج ليها هانتوما الحشوة راه كتجي معلقة ديك الموزاريلا والكريمة. صافي غنخليها تبرد عاد غادي نبدا نعمر بها. صافي هنا راه اختمرت العجينة كما كتشوفو ضعف ضعف الحجم ديالها. كندهنو بديه بشوية ديال الزيت باش نخرج فيها الهواء ونزلها على البلاصة فين غنخدم. صافي هنا غنقسمها كويرات اللي كيكونوا سكرين بزاف باش الباكيط ولا المملحات ديالنا جاو صغار. هنا تقدروا تسرحوا العجينه وتقطعوها بشي قرصه ولا سيركل وتخدموا بها باش يكون مقاده. انا غنخدم غير بهذه الطريقه هذه. هنا قطعت 14 الكويره صغيره وهاد العجينه اللي بقات عندي هنايا غادي ندير فيها واحد الشكل اخر اللي فايت ليا شاركته معكم راه كاين في القناه. غادي نخليها على جنب حتى من بعد. صافي انا غناخذ المدلك وغادي نحلهم شويه تقدروا ديروا شويه ديال الدقيق الا كيلصقوا لكم بزاف. غنحاول نحلهم بلا دقيق. نحلو ونكون شوية رقاق. بهاد الطريقة هادي كنجيب الحشوة ما كنديروهاش وهي سخونة كنخليوها حتى تبرد عاد كنديروها. الحشوة كتجي كيما شتو معايا معلكة. بهاد الطريقة هادي وكنجمع هكا الاطراف وكنسد باش يجيني على شكل الباكيطه. حتى الا درتو شويه الدقيق الا سرحتو العجينه بالدقيق ما تكثروش باش تلصق لكم وتسد. صافي دابا غادي نسدها.
ونحطها على هذا الشكل في اللاطو، ونسرح واحده اخرى بنفس الطريقه. هانتوما البنات راني كنسرح انا بلا دقيق، ما شفتو راه كتلصق، ولكن احسن حاجه تسلقوها بلا دقيق باش تشد لكم وتلصق من بعد ما تسدوها. كناخذو الاطراف كنلاقيهم مع بعضهم بهذه الطريقه، وكنسدو باش يجينا على شكل باغيطه. كنسدو مزيان الجوانب بهذه الطريقه هذه، كنحاولو نقنتو هنايا باش يجيونا بحال الباغيط صافي. كنحطهم في اللاطه وغادي نكمل بهذه الطريقه هذه حتى كنعمرهم كاملين ونوريكم الاخرين. الا بقات ليا الوقت غادي نوريكم حتى الاخرين واش غندير ليهم. صافي هنايا ملي كملتهم وعمرتهم كاملين، هنايا ضربت بيضه مع شويه ديال الخل باش تحيد السفوريه، غندهنهم. كندهنهم على نخليهم يخمروا، حيت الا خليتهم حتى يخمروا عاد دهنتهم كطيحوا لهم داك الخميره. وبالنسبه للاختمار ما غاديش ياخذ وقت طويل، نخليهم غير واحد 15 دقيقه وغادي ندخلهم الفران كيكون سخون. هنا ندهنهم، كندهنهم حتى من الجناب. هنا بعد منهم غادي نرش عليهم الباب، وبعد منهم غادي نرش عليهم الجنجلان. هادو غندير لهم الجنجلان، والاخرين غندير لهم الباب من الفوق. صافي هادو غندير ليهم الطابو، هذا الخشخاش، صافي غنخليهم يختمرو. بعد 15 دقيقة نقطعو. بالنسبة لهادو اللي بقاو عندي كنت غنعمرهم بواحد الحشوة أخرى، ولكن بقات عندي الحشوة ديال اللي صيبنا، غنعمرهم غير بهاد الحشوة اللي بقات عندي. كناخد كاس اللي كندهنو بالزيت باش ما يلصقش ليا، كنشكل حفرة الوسط رفيت ليا شاكت معاكم هادو بحشوة أخرى، غتلقاو الرابط أسفل الفيديو ديالهم، كيجيو زوينين في المنظر ديالهم. صافي كنضغط عليهم، كندير واحد الحفرة من الداخل. هادو كندهنهم قبل ما نعمرهم، كندهن لهم هاد الجناب بهاد الطريقة هادي. صافي البنات هنايا ملي دهنتهم راني غادي نعمرهم صافي، وغادي ندخلهم يطيبو. مغاديش يحتاجو نخليهم يختمرو هادو، مغاديش نخليهم الاخرين، لا هادو الاخرين غادي نخليهم يختمرو واحد 15 دقيقة. بالنسبة لهادو راه كاينين في القناة الحشوة مختلفة على هادي، كيجيو زوينين هادو. هادو غادي نرش ليهم الجنجلان من الجناب صافي، وغادي نحك عليهم فرماج موتزاريلا من الفوق، وغندخلهم مباشرة يطيبو. صافي هادو هما، غادي ندخلهم دابا الفران يطيبو، غنتلقى معكم اللي غنبغي نقطع الاخرين. صافي هادو من بعد ما خليتهم 15 دقيقة غادي نقطعهم بواحد الشفرة ولا كبدة ولا موس بهاد الطريقة هادي. كتجنبو يديكم فاش كتبغيو تقطعوهم. صافي غادي ندخلهم دابا الفران يطيبو، ونتلقى معاكم ملي نطيبهم كاملين. كما كتشوفوا معايا هنايا كليمين باغيت اللي خرجتو من الفران، لون رائع جدا، العجينه كتجي خفيفه قطنيه بحال القطن، والمذاق رائع جدا، رائع رائع، حشوه مختلفه وفي نفس الوقت بنينه. كما كتشوفوا راه كيجيو خفاف، وجربوهم وردوا عليا. الحاجه ما كتعرفوا كيفاش كتجي حتى كتجربوها وتطبقوها بنفس الطريقه باش نتوما تحصلوا على نفس النتيجه. ونتمنى الفيديو الاعجاب ديالكم، وخليتكم على خير للفيديو القادم باذن الله. السلام عليكم.